ماشي زحام والدريات كيطيح ليهم الماكياج بواط دو نوي في الدريات بلا ماكياج وها يديروا الملحدين بحال بيكا. لقيت السنسله هي دايره السنسله ديالها دايره اقسم بالله العظيم الدراري ما كنبغيش نحلف السنسله دايره شي 27 مليون مغربيه شي 27 مليون مغربيه سنسله رقيقه صغيره ما كتبانش كتشوفها هي عندها فيها دياموند فيها دياموند وداكشي لقيتها محطوطه انايا حطتها ليا بالعاني وانا عرفتها حطتها بالعاني نتوما ديروا الريبلاي فهمتي تقلوا الصوت غتفهموا واش كنقول لكم حاطه ليا السنسله حدا لافابو هي بغات غدي السيني واش غنديها واش انا ثيقه واش فهمتي وانا عرفت بغدي السيني ولكن ما صبرتش فهمتي كنت كنقمر ديك الساعه شديت ديك السنيس لا خشيتها في الصباط كذا قلت لها انت راه عيطوا لي الدار قلت لها انا غنخرج دابا غنرجع عندك صافي زيد ديك السنيسه دايره 27 مليون بعتها في درب السلطان ب 14 مليون الله يعاون وعرفت انا بغدي السيني صافي كتسنى فيا الرجع كذا دخلت قربت صونات السيكيريتي قالت لي منقص واحد الحيط علقت هذيك باها كان اسرائيلي اكبر رجل اعمال اسرائيلي الفلوس كيخراو كيمسح زكو بالفلوس بعتها ب 14 مليون علاش قلت لكم انا القمر خرج لي على بزاف ديال الحوايج كنت كنلعب كره في التشماره داك العام كنت غادي للجيش نط تبعت ماتش الخميسات بعتو ليهم وانا مشيت قمرت على راسي فهمتي مشيت عند مولكوتي سبور قمرت على الخميسات تربح تماره وانا راه لاعب مع تماره وعطيتهم جوج بيلانتيات عطيتهم الخميسات بالعاني فهمتي بالعاني كنت غادي كنت الاول ضيعوه وماركاو الثاني ربحونا بثلاثة لواحد الناس ديال الخميسات اللي كانوا راه غيعقلوا على هذا الماتش حيت كلشي كان كيقول الياس لاعب حيت مستحيل انا نكون لاعب في نهاري ويجي شي واحد وشي فرقه وتربحنا كلشي الحراسه تامه كلشي شادني تخادلت لعبت ورقه بمليون ونص او جوج ربحت مليون ونص حدا ناضوا شي دراري قالوا بان ربيع الماتش عاودوا معايا الشريط وداكشي تبلوكا الياس من الجامعه عيد طالع هابط والو صافي حيت ملي كتكون تلاعبات كتبلوكا من الجامعه ما عمرك ما تلعب كره حيت انا دابا ماشي اعتزلت كره ولا انا موقف دوليا موقف انا دوليا في الفيفا موقفاني انا ما نلعبش كره حيت درت تلاعبات صاحبي بحال جيفونتيس 2007 تلاعبت بماتش وما يوقفوني ليسونس ديالي صافي وقفت نار ان شاء الله راه لا جوزيف بلاتير ودوك فهمتي جوزيف بلاتير ودا اللي شاد دابا الفيفا وفوزي القجع نار غادي يعاودوا الدوسي ديالي الا سمحوا لي راه غنرجع نلعب كره وغنسيني في احسن فرقه في المغرب حتى انا موقف انا حاليا موقف على كره القدم متخاذل وي كنت كندير استجواب تعرفتي ملي كنت كوره كي كنت الدراري صح هو وشحال كانت فيا صاحبي ديال العياقه ترى كنت واعر صاحبي ما عرفتش ما تلات بيا ليام دابا ولي شكا ولا من هبا ودبا يجي يدوي عليك سوي الفيتنس راه كينعسف اف بيت ديال العساس تمالو غادي تصاحبو هو كينعس في فيلا ديال مع الوالده عنده تسير صاحبي ما يدخلش هاد الامارات فيها واحد القانون ديال كدير التزام شحال من دري معاك في الدار واش فهمتوا هادي كاينه في اوروبا وكاينه في الامارات كيجيو البوليس يوميا بالليل كيدوروا على الديور ديال الامارات كامله كيخرجوا العائله شحال من واحد نتوما سته اش كيدير هنا كتخلص غرامه ماليه حتى في اوروبا كاينه هاد القضيه خليو حتى الليل ندوي لكم في هذا الموضوع الدراري ولا بغيتو ندوي فيه دابا ونعاودو في الليل حيت هادشي راه خاصو يوصل لسهيل فهمتي راه خاص بان انا عايق به داكشي علاش هو مني كيمشي للامارات كيجريو مع العساس وكيبرك هو في البيت ديال العساس باش تعرفوا جاتو ما هادشي ما تبقاوش دوخو الدراري شحال من واحد مثلا كيمشي لفرنسا ولا بلجيكا كيمشي حارق وكيقول لك خالي ما استقبلنيش حتى شي يستقبلك بحال اللي كتقول مثلا واحد مشى حارق باطور غدخل لامارين غدخلو السيزي راه كذلك خالك راه ماشي ما بغاكش راه اوروبا ماشي هي المغرب اوروبا راه عندهم كلشي بحساب راه كلشي بالحساب اصاحبي راه الناس اللي داخله الدار بحساب صحابي هنا الدور الجديده في الصيف اصاحبي راه كيوليو هازين حتى 100 شخص ها العائله اللي جاي باغي يشوفوا البحر بحال اللي صبوا البحر اش فيه جات البحر اش فيه راه الشنقيط وما كتسمعوا الجديده في البحر كتسمعوا الجديده في البحر كتسحبوا البحر في الرمله راه الشنقيط راه البيك شو البحر كيفيك كيسمع الجديده كيشم جاي
غنمشي عند خالتي الجديده غنمشي عند عمتي الجديده جديده اش فيها اش فيها الخرا سقولينا فكرنا اللي انا تكافينا حتى حنا مع كرنا عاود تجيو تشوفوا مشي حارق وواصل عرقان حوايج مسخين وكيقول لك اه خالي راه عمتي راه ما عقلتش عليا في اوروبا تعقل عليك اودي خليونا ساكتين واحد من العائله حنا عندنا في هولندا ما غنسميش واحد خالي في هولندا وكيجيب لينا الحوايج ديال الصيف ديال 2008 بقى كيجيبو ما دابا شاري شي رزمه فيه بزاف وكل ما جيه كيجيب لك يهز من ديك الرزمه وتعال شي حوايج وتوني ديال هولندا جابوا لي العام ديال فانيستروي فانيستروي راه اعتزل في 2009 هو جيب لي توني ديال فانيستروي بيستاج جيب باكيه ديال بيستاج 85% ديال البيستاج اللي في ديك الباكيه كله خاوي الشوكولات جيب ماروخه جاي من هولندا وجيب لينا الشوكولات ماروخ عاودتي خلينا ساكتين كيف بنادم كيجي من اوروبا كتولي حتى خاسر عليك اكثر من اللي خاسر عليك هو عنبة صاحبي الواليد كيجيب واحد العنب قدو قد الليمونه كل عنب قد الليمونه كيبدا ياكل اللحم كياكل الدجاج جوج وتربعت الوجبات في النهار هو في الاخر كيجيب لك انا مرقوه صاحبي ما قادر يمشي لاوروبا ما تمشيوش اوروبا صاحبي اوروبا جايب ليا كونفير زيد 70 درهم على حتى واحد انا ما كاين لا عائله لا والو انا كنعقل على حتى واحد صافي حتى مالو انا راه داري هادي انا راه بحال القدافي راه ما كنمشي عند حتى واحد واللي جي عندي نفرع عمو هي غتمشي بالسيستيم ديال الدار وديالي يخرج تعود عليا من دار بابا كنضصر حتى واحد انا تمني انا غادي عندك لدارك شي واحد من العائله مثلا انت ما نصبك ترى داري انا غتجي غتمشي على السيستيم ديال داري فهمتي دار الواليد هادي دار الوراثه غتمشي على السيستيم ديال الدار ماشي انا غنمشي وغنحشم منك حيت كاين شي وحدين غندوي في هذا الموضوع ونهبط حتى دابا تقطعت كاين شي وحدين الدراري هو في دارو وكيجي عنده شي واحد من العائله وكيحشم منه تبان لامك عديم الشخصيه ترى دارك هذيك بحال رئيس الكوريا الشماليه وبوتين ديك النهار مشى عنده بقى كيتسنى فيه ساعه قدام برلمان ما تعقلش ليه على بنادم ملي تكون في دارك دارك هذيك نتايا فرض الوجود ديالك حتى دين امك تبيضك عنده مو تبيضك هنا دين امك وليتي النادي المكناسي فاش طاحت الهوات ولات خاسره هنا هي خاسره في التيران غدا وما تخافش صح ما كاين لا عائله القليو صافي نفضل نقطع مع الاخرين لكن تحترموا حتى شي قوي العائله راه هما اقرب لك هما اقرب لك هما اللي عارفين كيفاش يضروك ديك السطوريات ديال الواتساب عرفتي شوف ديك ديال الموسيقى حزينه غنضحكوا الدراري صلة الرحيم الله يخلي لينا العائله الدراري غنشتت الشمل قعدت تشوفوا كتبقاو سارحين تشوفوا غنولي مشتت الشمل ديال عائله المالكي يا صاحبي تشوفوا خليونا مجموعين صاحبي تخليونا ضاحكين ودارين اصلا انا ما كان انا بوحدي عايشه بوحدي فهمتي بحال الهبيل بحال العجل كيجيو عائله ما كنبرك معاهم ما كنسلم عليهم ما كن نقول ليه ما كاينش كي الوالده كتجي تبغي تكلم لي كنقول لها قولي لي كيصلي واخا يبقى هو 8 سوايع كنبقى نصلي انا فهمتي كتابي كنبقى نصلي كيفاش تقاطعني عن الصلاه انا توقف على بنادم ما تلقاش لا عائله لا غير لا ماشي عائله راه نهار توقف على بنادم صاحبي راه والله ما تلقاه دابا نحاول ندوي معكم شويه سيغيوغ ماتش راه نهار توقف على بنادم راه والله ما تلقاه كنحلف لكم بالله انا راه كنت باغي نمشي لتركيا كنت باغي نلعب واحد الفرقه تما غلطه سراي جاو المسؤولين ديالها جاو حتى الرشيد البرنوسي جاو حتى الرشيد المسؤولين الرئيس هذاك نور شاهين اللي كان كيلعب مع الريال يا ربي تثبتنا على الشهاده نور شاهين اللي كان كيلعب مع الريال حيت في ديك الوقيته فاش كنت انا كنلعب في الرشيد كان نور شاهين هو المدير العام ديال فريق غلطه سراي المهم هذا ماشي موضوعنا المهم باش تعرفوا النيفو جاو باغي شي لعابه كان خاصهم ديك الساعه مليو وكان خاصهم ديسبريتور كان خاصهم مليو وديس جاو كيدورو في كازا مشاو الرجاء مشاو الوداد ما لقاوش كان ديك الساعه متولي كان سكومه نور شاهين قال لهم
فهمتي، قال لهم الدراري كبار كبار في السن هكا في تركيا وما كاينش داكشي اللي باغي، قال لهم ما كيلعبوش داكشي اللي باغي الراس فهمتي، قال لهم الدراري زعما لاعب عادي نقدر نلقاه في تركيا. شو سبحان الله العلي العظيم، حنا داك النهار كنا لاعبين راشد البرنوسي، كنا لاعبين ضد الراجا. شو سبحان الله، راه الله ملي كيبغي لك شي حاجه راه اقسم بالله تتوره تتوره، الله الا بغى لك شي حاجه راه حتى واحد ما غيحيدك. الراجا كان عنده ماتش ضد صفاقسي، ليه في صفاقسي كان ياسين الصالحي، كان متولي، كان جبيره، كان خارج عند صفاقسي في الشامبيونز ليغ، كان كروشي. صفاقسي عنده واحد اللعاب كيلعب ميليو كويري، كويري فاخير، حيت فاخير مخا وفاخير من 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 المدربين اللي كنحتارمو. الدري ديجا كنت لاعب ضدهم ماتشات في اكادير ميكال اللي ما تغيمشيو لكاس العالم انديه، هو يقول لهم قال لهم داك اللعاب عند صفاقسي واعر كويري وخاصني نتفرج فيه، الاخرين ما نقلوا له ماتشات لا والو باش ما تفرش لي بداك الكويري ديالو، بحال اللي كتقول مارادونا شي واحد اللي كيصنع لك الفارقه صح. هو يقول لهم داك اللعاب كيشبه لواحد السيستيم دو جو ديالو، كيشبه لواحد اللعاب كيلعب في راشد البرنوسي. قال لهم الياس مالكي غنديروا ماتش ضد راشد البرنوسي باش غندرسوا الياس مالكي كيفاش كيتحرك. والياس مالكي قال لهم راه احسن من هذاك اللعاب اللي عند صفاقسي فهمتي كيفاش. عيطوا البريزيدون ديك الساعه خربوش، قالوا لي راه غنديروا ماتش كذا، ثلاث في العشيه درنا ضد ماتش ميكال. شوف سبحان الله العظيم، والمسؤولين ديال غلطة سراي ونور شاهين غيجيو في داك الماتش غيتفرجوا ماشي فيا. الله مني كيبغي لك شي حاجه الدراري، راه شاء من شاء وابى من ابى ديالك ديالك. المسؤولين ديال غلطة سراي ما جايينش يتفرجوا فيا، جايين يتفرجوا في اللعبه ديال الرجاء. سبحان الله سبحان الله، بدينا بوك 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 بوك. فاخر ما كيشوفش في اللعابه ديال راشد، حاضني انا تخيل معايا كره هنا وهو دايرها وكيشوف فيا التحركات ديالي، والمسؤولين ديال الرجاء كيقيدوا فرقه التحركات كيف، وانا قلت لك زوين ومزنق من هنا عشان كنجي نبادر كنهبط كندير لها با ولعب. نور شاهين يلاه جاي داخل التيران جاي كيتمشى مع غيهز راسو غنبان لي انا غندير الصالحي فهمتي حدا كورني درت ليها ولا نقلو. هو يقول يا واو، قال لي واش هادي هي الراجا، قال لي ما ديري لابسه الزرق حيت حنا الراشد كنا لابسين الزرق، قال لي واش هادي هي الراجا. هو يقول لي لا لا لا، قال لي هذاك، قال لي الراشد البرن، قال لي هذا واش كيلعب مع الفرقه في الهواج. هو يقول لي لي ما يمكنش، مع دخل قيد سميتي خدا النمره من عند الناس ديال المسؤولين ورجع، قال لي ما انا ما بقيتش باغي نشوف هاد الراجا، قال لي قال لي ما بقيتش باغي نشوف هاد الراجا، قال لي صافي. جاودوا معايا الناس بلا ما نعاود لكم الماتش اش طرا فيه و ما فهمتي بلا بلاش انا هادي كافيه، بلا ما نعاود لكم الباره اللي ضربت من ورا السونتر على الزنيتي، بلا ما نقول لكم فاخير جرك عليا على رجلي في الفيسير سيني معنا الياس، قلت له نوض تقود وجاك كيد الكلب، قلت له نوض والله ما تدري غنبقى غير كذا غتصاحبوني كذبت. المهم انا حنت هذا الموضوع انا ما كنبغيتش نقوله، قلت لكم غير على ملي غتوقف على الصحاب، ملي غتوقف على الصحاب شوفوا واش طرا. بركت مع المسؤولين ديال غلطة سراي نور شاهين، انا باقي عندي التصويره دابا الدراري راه لايحه في فيسبوك، ولكن مشى لي الفيسبوك لقاو التصاور الاول هاد البيسي تاهو كانوا فيه التصاور فهمتي، مشى لي كلشي. المهم الوسيله الوحيده اللي بغيتو تثيقوا سمعوا ليا، اللي بغيتو تثيقوا سمعوا ليا، انا ما عندكم حتى حل، الحل الوحيد اللي بغيتو تثيقوا سمعوا ليا وثيقوا، مصدر واحد اللي كاين هو انا تحقق الوما عندي انا، كلشي كندوي غا مخي. تيقوا اللي بغى يثيق يثيق، اللي بغاش يثيق باش يتقول. بارك مع المسؤولين ديال 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 جاو عندي البلاي ديال بحافظ في سيدي مومن، جي عندنا المعارف، جي عندنا المامونيه في مراكش. انا انسان عارف بان اخر تموت متواضع، كي اثنين كي ثلاث كلشي كيف كيف ما مسوقش، اقسم بالله غيجيو عندي البلاي ديال با حفيظ. كنت لاعب نور شاهين قلت ليه تسنى، قلت ليه راه لاعب شد كرسي وبرك ليا ورا ظهري، قال لي شي طليعه بقينا دوينا
بغينا غلطة سراي لاعبين العصبه كاينه، راك تعرف غلطة سراي كذا. تفاهمنا، مشى الوفد ديال غلطة سراي رجع لتركيا. خاصني انا لو 14 فيفري 2015 خاصني نكون في تركيا، الباسبور كاين كلشي كاين، خاصني 4 مليون. كندور كنطلب فين هما الصحاب؟ درت عليهم كاملين، لقيت ولاد القحامه، لقيت الصحاب. سلفني واحد 4000 درهم، سلفني واحد 1 مليون، راه غادي لقلاطة سراي. كيقول لك انت واش معجن، انت من قلاطة سراي؟ وداك الشيء راه بصح. مشيت عند هذا كلشي كيسد الباب في وجهي وكيرشوا عليا سطل ديال الماء. لا ما كاينش. نور شاهين بقى كيتسنى، قلاطة سراي كيتسنى. ضاع الحلم، ما مشيتش لقلاطة سراي. فين هما صحاب لي دابا كيقولوا كنا صحابو؟ شحال من واحد دابا طلع على النص في الجديده، دابا كيطلع في شي لايف كيقول لك الياس كان صاحبي ودار عليا مني تشهر. تاش ما تشهرش، تاش ما تشهرت، تاش كتخورو، اش كتخورو صاحبي؟ ولكن عندي لكم سؤالكم تتوم، نقولوا كنت صاحبكم دراري ايطاب باغ ايطاب، خرجت زوينه، نقولوا كنت صاحبكم ياك، انا كنت صاحبكم ياك قبل ما نطلع الكونت 170 كا وقبل ما بزاف الحوايج، راه الا كنتي كتقرا في السادس، وكان معاك صاحبك الروح هو كيقرا معاك في السادس وانت نجحتي ودوبل، راه مستحيل يبقى مصاحب معاك اصاحبي. ماشي حنت تكبر، ولكن راه حنت هو طلع للاعدادي، انت باقي في ابتدائي، ما يمكنش. واش هو كيقرا في اعدادي وغيبدي يجمع معاك في ابتدائي؟ ما يمكنش، راه غيمشي يطلع الاعدادي غيدير صحاب في الاعدادي وغيدير علاقات في الاعدادي باش يتونجاج عاوتاني مع ديك السيستيم، ماشي غير يرجع للور، لان راه كيمشي لقدام اصاحبي. شحال من واحد انا درت فيه الخير ما باقي دابا ما ردوش ليا، واحد بلا ما نسميوه راه ديتو معايا لمراكش 5 مليون اللي غادي ضاربه في جيبي للور، 5 مليون جيبي للور مدكوك، ديتو لمراكش. قلت لي ما دي معاك والو، قال لي لا ضروري ندي معايا فلوس ترونسبور، ندي معايا واحد 70 درهم. قلت لي ماشي مشكل، واش انا غادي بخمسة المليون وهو مدي 70 درهم؟ المهم انا نكمل لك. مشيت بركت في احسن لوطيل سيمو لايف، المهم ما نعاودش لكم هاد القصة، غادي غنحرق هاد القصة، خليت يكون لايف في 4000، تندير لايف من الكونت الاول، والله ما غنعاود لكم هاد القصة، حلفت. مشيت الاحسن لوطيل سميتو الميمونيه سيمو لايف، فاش كيدخل ليه كيدير ستوريات، كيبدل بين وكيدير عاوتاني ستوريات وكيخزنهم، كيخزن ستوريات، ومني كيرجع لدارو كيبدا يلوح دوك ستوريات، زعما انا راه باقي في الميمونيه. هاد 800 غتعرفني اسطوره، كيهمنيش انا 4000 ولا 5000، انا كيهمني الفرد، انا دابا كانني كندوي مع فرد. حل مخك وفهم. دخلت لوطيل الميمونيه، خونا ما عارف راسو فين، نقول يدخل بعدا مني. اول حاجه بعدا مني دخل حلوا لينا الباب كذا، باقا نصل صباطو، بان لي الغازو نصل صباطو، تخيلوا الدراري بلا ما نسميه، نصل صباطو تقاشروا متقوبين وكيسحب هو داك الغازو، خاصك تمشي فيه حفيان. انا قلت لي قلت لي تحشم اصاحبي، قلت لي تلبس اصاحبي. دخلنا، جا خلصت البلان، خلصت فيها 1.5 مليون، يومين كنحلف لكم بالله الدراري، يومين خلصت فيها 1.5 مليون. مني جا الدري اللي خدام في لوطيل عطاني السيرفيس، عطاني واحد لاكارت، حنت لوطيل الميمونيا لاكارت، شديت ديك لاكارت ضربتها في جيبي صافي، هو غادي معايا بحال الكلب، حنت هذاك لوطيل اللي دخلت ليه انا ريزيرفيت فيه انا موسيه وحده، هو نعس فوتي، خديت من عنده ديك لاكارت، هو يقول لي عطيني السيروت. يا ليتني كنت ترابه. قال لي عطيني السيروت. تخيل معايا بنادم ديناه شاف العالم، عرف بان راه كاين واحد لوطيلات اللي ما فيهم السيروت، حتى السيروت كتسحب راسك غادي لوطيل الكواكب في مراكش، ترى الميمونيين راه لوطيل 10 نجوم. ما علينا، دخلنا بركنا، نط انا دوشت دوش بقى نقي، ناض هو دوش، واقسم بالله وتا كلب ديال الصيده في الشتوى دوش بداك الدوش، والدوش مع بيض ولا كحل، دفا
الفار دين مملو وسخك الخنز شامبوان شعره مكردد عدفني في الصهوان وما يجي منه. المهم انا تلهنا تلهنا عادي. قالوا لي مني غنعيط لواحد الدريه صاحبتي رومانيه جات عندي بالليل قلت ليه غير قلت لي خرج اضرب شي دور. لا ماشي ما غيبغيش ما يبغيش نصرف امه خرج مشى عطيته واحد 40 درهم قلت لي سير كول لك شي حاجه في جامع الفنسير سير على الله تاكل الصوصيط وتسمم وتموت. وقلت لي باغي نتفك منك في خاطري قلت لي سير قلت لي سير كول الصوصيط هذا واحد خونا انا عدتو ليه وهذاك خونا كيدير الصوصيط ديال الكلاب بغيت نقتل امه انت خينز انا باغي نعيش. جات عندي ديك الرومانيه جات مع واحد الابسوليت ديال فرنسا ضحكنا نشاطنا كذا هو كيدق حليت عليه مع الوحده الليل قلت لي شوف قلت لي سير جيب لي جوج بيتزا دريفري مشى جاب جوج بيتزا كذا قلت لي بقى واقف حدا الباب قضيت معاه الدر ليا نعيط على الشيفور غيجي غيدير الشيفور ديالي انا اللي دويت معاه ما دويتش مع راجل واش ولينا شميت ولينا شميت هنا الشيفور ديالي قلت لي اجي قلت لي اجي كذا قلت له ما دويش معاه قلت لي في الطريق صافي الرجاله كيدوي مع الرجاله صيفطته معاها مشى خونا نوتو والله اخوتي ناعس في الدص في لوطيل المامونيه فيقتو قلت لي دخل نعس في فوتاي دوشت لبس بينوار ديالي استغفر الله العظيم دخلت نعس في الناموسيه 5 ايطوار بيضه ضربتني الفايقه ديال البوله مع 4 الصباح عرفتي شنو كنلقى الدراري خونا خاشي صبعو بزكو وكيدير ها كيحلم وانا نقول لي بسم الله عليك يا وليدي يتا بسم الله عليك يا وليدي اشنو غتستنتجو نتوما من هاد القضيه خونا شاد جنسي حنت الرجاله كيحلموا بكيمارسوا على على المراه ماشي كيحلموا كيخوروا في صبعهم قلت لي بسم الله عليك يا وليدي رشيت عليه مويا وجبد زكو وجبد صبعو واخ مغيص بالخرا كيخشي وكيقول كيحلم هاد شو الحلم ديالو كيدير الناس كتحلم غدا الامريكان الناس كتحلم غدا الفرنسا هو كيحلم كيخور في زكو قلت لي نوض اوليدي نوض بسم الله عليك قلت لي بسم الله عليك دابا راه ناض دابا كيعاير وكيسب وكذا رجع دابا لوطي المامونيه رسميتي باقا كاينه في لوطي المامونيه كاعلى واحد جا خسر فلوس في لوطي المامونيه 2015 تيرو رجعوا للدوسي غتلقاو اغلى واحد خسر فلوس في لوطي المامونيه هو عبد ربي رجع ونجبد الكاميرات والناس تشوفك ونشوك راه ماشي بزاف راه 2014 راه باقي الكاميرات كيدوروا ورجعوا كذا كتخور زكك كتحلم كتخور عمري ما غادي نسب شي واحد ولا غادي نقول زعما راه نجبد الاسرار ديال شي واحد انا ما كنجبدش الاسرار ديال صحابي اللي كانوا صحابي انا غير كنور الراي العام كنتي صاحبي ايه سرك في بير ولكن داك البير غنشرب منه لي فان ديالي حنت لي فان دابور هما اللي مطلعيني هما اللي قادرين يزيدوا يطلعوني انا ماشي على ودك انت غادي هاد الناس ما نخبيش عليهم امام الله كيما مساكن هاد الناس شو العاطفه كيما كنقول شي اشهار مساكن كيمشيو ودرت اشهار لنبيت مشاو ليها انا هادو حسن ليا من عائلتي نتوما الدراري سيروا الدراري الله يسهل عليكم الدراري الله يسهل عليكم وتحياتي لكم ويتوب الدراري و... اخر لايف هو هذا ان شاء الله تيطلقوا لي اللايف في الكونت الاخر كونت الاخر يطلقوا لي اللايف الدراري نهار 21 في الشهر يلاه اتوتوغ الزكه قحبه